خلصن بنات الحرق طاير 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 يا يما جوزيني والله خلصي اختي بقى وافتحي شو صار لك وحشتي ولك يلعن اخت الرجوله لو اني صبيه هلا كان اخر همي لون المناكير اللي بدي احطه وخلصن بنات الحاره طاير 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 لك عم اقول لك طرقت الكف خليت اسنانه ينزلوا فرصه قدامه ايه والله اذا بشوف المسا بالحاره لخلي الدم يوصل للركب يلا ماشي بشوفك المسا الو وينك لهلا ما عم ترد ورد مدفوس نايم نايم ولا عم تخوني يا كلب يا حقير اصلا كلكم مثل بعض ولك انت ليش مصره تحسسيني انك مو مخلي واحد بالكوكب محاببتي اه هلا بدك تقلي وينك حاكيني بدي اشوف اسمعي رانيا انا ما بقى فيني اتحملك شو مين هي رانيا انا عبير اه اسمعي لشوف انا ما بقى بدي اياكي يا اختي روحي شوفي واحد غيري لعمى شو بعمل لك اذا انا حبيت ومش قادر افتح لك بيت يقطع عمرك اسمعوني شباب انا بروح بلطيلها ورا الشجره انتوا اول ما بتشوفوها بتنطوا عليها وبتخطفوها ولك شلون بدنا ننط عليها بلكي فطسناها للمخلوقه يعدمني الغباء انا صحصح معي بلا غباء خلص برو عندي عبت راسي خطتك نحن بنعمل حالنا انك خاطفينا وانت بتروح بتنقذها وبتحبشنا يا برني ربك شو بتفهم علي واطي المهم انا اعمل حالي نمر صرصور نمر نمر لا ليكو صرصور صرصور لا ونحن كمان لا يا الله بيعرف عقل وقلب كل واحد فينا لهي خالقنا بنات وخالقون شباب الحمد لله على نعمة اني بقدر صوم 30 يوم برمضان يلا بلكي بتحسوا فينا وبتبطلوا نق ولي قد بعرس نحن من نق لك حشات الله اذا انتو بلشتوا نق لسانكن اطول من نبريج الاطفائية على قليل نحن لما نحب منحب من قلبنا وما بنعرف نخون طب افرض مثلا يعني اني خصمتك يوم وفتحت موبايلك هيك وعم بكشف اسرارك ما بلاقي كل تاريخ كيم كارداشيان عندك كيم كارداشيان بعدين صحيح انا موديل بس انا بنت ناس محترمين بدك تقنعيني يعني لما بتنزلي صورتك على الانستغرام بتكوني مستخدمه فلتر احمد الشقيري اجو 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 مين هن لك عمين لك اجو شو اجتب انت اكيد الاخلاقيه لك لا مو اخلاقيه مو اخلاقيه ام جاسم ونادية ولي هدول على قدرهم يلا اضرب يلا تصرفوا يا ربي لوني خلقانة بهداك الزمن تيابهم حلوة بيوتهم أحلى وقصصهم أحلى وأحلى وقتها على القليلة طق الحنك والبراغي كان بجوزهم سلطان مو مثل هلا مع الفاضي ليش هيك منزل راسك مثل النعامة؟ ولا شيء مو هيك بيعملوا الناس المطموزين؟ وليش مطموز يا روح أمك؟ لأنه ما حدا مهتم فيني كلكم عندكم دراسة وشغل وأنا تاركيني بهالمزرعة مثل كلب الفرنجي يا الله والله ما بعرف شو بدي إلك لو كان فيك تقدم عني امتحانات كان شغلتك معي بس تعرفي أحسن شيء أرجع للدراسة بعبي وقتي ليش بأنه جامعة كنت؟ لا أنا لسه ما أخذت بكالوريا بدك تعيد البكالوريا يعني
التاسع لأنه أسهل. حل عني رامي ها؟ ليك مضيعك كونسيلر لإلي، يعطيك ألف ليرة. باي. إيه ما فشرتي يا ترمبا، أقعد أشتغل عندك كرمال ألف ورقة؟ هدول بطالعهم بلعبة بيس وحدة. راحت وما حكت لي شو هذا الكونتينر. كونتين مهم تكون حاطه هي. سيزار؟ ايه الوضع كثير بيهوي ها؟ عدد المشاهدات قلة. عم شوف باقي القنوات طاحشين طحشة بالمشاهدات اخت اختها، وحتى نحن شكلنا مقروطين ضرب اخو اخته. هو اليوتيوب تأخر علينا بالمصاري هذا الشهر، أنا ما عضل معي غير 10,000. شو برأيك الحل؟ الحل تكتب لك فكرة مثل العالم تعجب هالناس. خطرت على بالي فكرة. شو رأيك نكتب شيء هيك عن المحسوبيات وعن جماعة أنت بتعرف أنا ابن مين ولا ونحن الدولة ولا؟ الحقيقة أنا كتير بهني أهلك على التخلفة. جاي عبالي اخلعك لبيط عقف أبوزك جيب آخرتك، بدك تحبسنا أنت؟ طيب طالما مو عاجبك اللي أنا عم بكتبه هاد فكرة أهم. بحكي لك شي كلمة أنت قاعد مثل البقرة الطرحانة. أمي تقبريني، عندي دورة كتير مهمة ولازم سجل فيها. لك شو دخلك؟ بدي شوية مصاري على الأقل. شو؟ مكدوس مونة؟ أمي هلأ المكدوس أهم مني؟ مو معقول، عم قلهم بدي سجل بالدورة بدون يعني إرسوب. دورة شو؟ من كل عقلك أنت التانية، لك لا دورة ولا بطيخ. نزلت على السوق واشتريت اغراض وخلصت كل المصاري اللي معي. هلا جاي انا اشكي لك همي، طلعتي اضرب مني؟ ليش خير؟ مو طلعتي الصبح على اساس عندك فوتوسيشن لشركه جرابه؟ ايه لغيوها، جايبين موديل قال نمره اجره 36 مناسبه للكادر. رجلك بهالكادر لكن لا تهتمي ولا على بالك. ها قولتك، اصلا انا الف حدا بيتمنى علي. بس انا مفلسه ما بقى معي مصاري. أنا لا زرع لك بستان ورود، شجرة صغيرة تفيد. آخ يا شباب، صرت مقدم السيفيك تبعي أكثر من ألف مرة وما مش الحال لهلأ. كل المرضو يشغلوك؟ لا هو شخص واحد بس صرت مقدم له ألف مرة. آخ يا فريد، آخ بس لو تعرف إمكانيات رامي الثقافية والفنية والمهنية للعمل، بس ولا بلدية قدرت تقدم هاي الموهبة الفنية. شكراً أخ سيزار. وشو هي إمكانياتك ولا فدان البقاء؟ لما بيكون الحديث جدي يا ترين وزن شوي. وبلدية وما بلدية؟ هو رفيقي بحق له أنت لسه ما صرت. لا تأخذني خي رامي، شو هي إمكانياتك يا أستاذ؟ أنا صرت مقدم البكالوريا 4 سنين ورسبت. أنعم وأكرم. بس دارس لتشوفني هيك، دارس كيف بتقدم السي في. دارس يعني أنت بتكتب شو بتشتغل فيه؟ لا لا بدي اقعد اكتب لهم شو كنت اشتغل ولاعب كرة قدم وسي في وما بعرف شو وبايع شاورما وصحية، هدول الشغلات ما بتهمون. ليك خيي رامي، انا يوم اللي امي بزتني من بطنها الدكتورة قالت لها ابنك نص كر، لا تخليني يصير كر كامل، شو بتكتب فيه؟ بقدم السي فيك فاضي
وبتحش ألف ورقة فيه وبيمشي الحال. يعني انت بدك تشتغل بس بالرشوة. أحسنت، استفاد من هالشي. ولك كيف بدك صاحب الرزق يأمن لك إذا أنت أول فوتك لعنده عم ترشي وبتقلي يكون جدي لك؟ أنت فدان البقر قليل عليك، أنت حمار. لك عصيرة الحمار. أول ما بلشت السيرة أنا شو قلت لك؟ ما في بلدية بتفهم وقدرت أي موهبة بالفنسة. شكراً أخ سيزار. أنا برأيي عامل لك هيك كم تعديل بالسي في تبعه. أعزائي المشاهدين متابعيني، مساء الخير. لا تأخذوني شعري عم يطير لأنه أنا عم صور من الهواء الطلق. اليوم حلقتنا هي عن عيلة. عيلة جار عليها القدر. أول مرة جار عليها لما انكعروا من بيتي وتقلعوا، وتاني مرة جار عليها لما أجوا على الحديقة يلي كمان هي حديقة فقيرة فيها شجرتين بس يمكن مزروعين جديد هلق من شوي. رح نعمل مع المقابلة وارجع لكم. شو رسالتك للمعنيين والمسؤولين عنك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قدر الله وما شاء فعل. نقول لهم ما هكذا تورد الابن، نريد ان نتجوز وان نخلف اطفال كثيرين وجميلين وروح على المدرسه وساعدونا، واقول لكم اجر عند رب العالمين، كن مع الله ولا تبالي، والسلام عليكم ورحمه الله. وانت شو رسالتك للمعنيين؟ انا ما حدا سائل عني، صرت شمشعلة ووضعك خطر. احنا اطفال الشوارع ما حدا سائل علينا. وانت شو وضعك؟ أنا يمكن ما بدخن بالعادة، بس أولاد قعدوا وصلوني لكل الوضع. شو اسمه دخان. هلا يمكن أنا لبسي في الكير، بس إن شاء الله أطلع قمر على التي في. طيب، وأنت شو رسالتك؟ يا إلهي، دبحني كلامه، دبحني كلامه. أنت خيي؟ لك ما فشرت بعينك، أنا أخوه هيك شكيلات، بس أنا بحب الشهرة هيك والكاميرا فطلعت تتصور. طيب. أعزائي المشاهدين، بنهاية هذا الفلوق، إن العين لا تدمع والقلب لا يخشى وإن على حالهم لمحزونون. القدر كان عليين، لا تخلونا نكون عليين نحن كمان. تبرعوا، ساعدوه. أي تبرع بدكم تبعتوه بعتوه على حسابي البنكي، ولا تنسوا الاشتراكات واللايكات بصفحتي. وليه هيك العمى ما اغلظيك؟ لك انت وحده قليله الذوق. انا الكبيره وانا لازم فوت بالاول. شوفي لي بناتي يقبشوني شو بيسمعوا الكلمه. عنجد؟ وشوفي شبابي ما احلاهم، لهلا ما قدروا يخورفون يا بعدي. لهلا حبيبتي، بس الله يستر من اللي جاي. ولك تضرب منك الو. ما في داعي للشرطه. نحن أحسن سحيجة بالكوكب، نحن سحيجة جلالتك، أكبر كذابين بالعالم، نحن أكذب مين مدح. أفتح عيوني بلاقي حالي تعبان من النوم، برجع بنام مشان ريح. كله من ورا الحيوان فدان البقرامي، راح فسد علي. شو بدي أعمل يا ربي؟ كلها صارت بصل. يلا خلصيني.